اهدي، اللي خطفوا القطر سابونا وراحوا فين يا بنت؟ أنا عارفة. ما تيجي نشوف. تعال. أنا هعمل رقيقة يمكن ربنا يسهل. يعني أعرف. مش هتسكت من إيدي. يا ناس، يا ناس، يا عالم، يا هو، ما فيش راجل عنده شهامة ينقذني من الأشكال. محدش هيخلصك من إيدي. اهدي، هيموت وأنت بتقرا الجدران يا ابن العبيط. يا امي يا يا لهوي يا مسكتي، قتلوك يا جورج، قتلوك يا حبيبي، قتلوك. لا انت اللي قتلت. بصله بصله يا ناس، جيت معاك شي بصله؟ بصله بصله. فانتستيك شوت اللي انا شفته ده يا ناس، النشاط والمشاهد. اهدى، تعالى يا استاذ فتحي. وات هابن استاذ فتحي؟ انا لاول مره في حياتي الفنيه احترمك كمخرج. ميرسي مدام. انا اول مره اشوفك بتخرج. ميرسي يا هاني. يا راجل، المشهد الفظيع اللي انا شفته ده، انت جايبه منين ده؟ ده من عند الله. بس هو ده اللي نجح الفيلم يا استاذ. قوم قوم عشان اهنيك على ده. بيلعب لي حواجبه يا امي. نعم. فوقه. هفوقهولك يا ست هانم بكلمة واحدة. الكيلو اللحمة بجنيه. صحيح. كيلو اللحمة بجنيه؟ ممكن اشتري الفخدة دي؟ ايه دي؟ انا عايز الدبيحة كلها. ايه الاساتوك ده؟ ايه ماشي توك ده؟ خبطت فيه. فنان شامل يا ناس، فنان شامل يرقص ويغني ويلعب كاراتيه. بس انت اهدى، جبته منين يا راجل؟ انت على فكره ممكن تبقى مشهور جدا. المسؤولين عرفوا انني جاي؟ مسؤولين مين؟ انا بتكلم على الشط. شط ايه؟ الشط اللي في الفيلم. هو ده فيلم؟ فيلم الحسناء والوحش. طب انت الوحش، فين الحسناء؟ مش ممكن، اكيد ما تعرفنيش. عرفتك اندرا غاندي. ايه مهما ايه مهما اني اميتاب بشناب. مش ممكن، مش ممكن يا استاذ فتحي، في واحد في مصر ما يعرفنيش. امبوسيبل مدام امبوسيبل. اهلا مدام امبوسيبل. وزي زبلي بيه باباكي. ومامتك زبولة هانم حلوة؟ زبولة. أخبارها إيه؟ يا ترى بتعمل كم في الصفيحة؟ لا 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 لا، أنت أكيد بتهرج. بهرج حشيش. طب هرج أنا، معروفة قوي عشان أهرج. في حد في الدنيا يجي في ودن واحدة ست ولا؟ ما أنت بتقولي إنك مشهورة قوي. مش مشكلتي إن أنت ما تعرفنيش، أنا ممكن أعرفك بنفسي. يا ريت. أنا ياسمين. أني شمك مش شايفك. أنا ياسمين النجمة الاستعراضية المشهورة. رقاصة يعني؟ هي رقاصة مطربة ممثلة. وأنا دكتور جاد رقاصة و دكتور في علم النباتات. حضرتك منين يا دكتور؟ أنا من سوهاج أبو لبة. صعيدي؟ أي نعم. أجدع ناس. الله يخليكي. ممكن بقى تقولي آخر نكتة اتقالت على الصعايدة؟ احترمي نفسك. آخر نكتة ليه؟ النكت هتخلص؟ Thank you.